السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM. يا هلا ومرحبا فيك خالد، نحييك ونحيي مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم. مواضيع متنوعة وضيوف متميزين إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة ومن أبرز ما تتضمنه حلقة الليلة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل قائد الجيش الباكستاني. معرض توعوي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. تقنية إنتاج بدائل للبلاستيك من مخلفات النباتات، وهذه أبرز العناوين عندنا في حلقة الليلة. الكلمة عندك يا خالد. شكرا لك يا سلطان. إذن مشاهدينا الكرام، في البداية حيث استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم سعادة الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراضا للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. نعم يا خالد، وتنطلق يوم غدا الجمعة الموافق للأول من يوليو مبادرة دعم أسعار لحوم الأضاحي لعام 1443 هجري بمبادرة من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية. فريق ترحيب زار مكسب الوكرة المركزي صباح اليوم ليطلعنا على آخر الاستعدادات ووفانا بالتقرير التالي. على قدم وساق تتواصل الاستعدادات في مقصب الوكرة المركزي والمقاصب الأخرى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث رفعت شركة ودام الغذائية جاهزيتها للطاقة الاستيعابية القصوى، إذ أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين للعام الهجري الجاري، والتي تبدأ اعتبارا من الجمعة الموافقة للثاني من ذي الحجة وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك. وتهدف هذه المبادرة إلى ضبط السوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب واستقرار السوق المحلي خلال مواسم معينة يزداد فيها الطلب على العرض، والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير المبررة في تلك الفترات الموسمية، وتوفير سلعة أساسية بسعر مقبول للمستهلكين. ستبدأ من يوم غد إن شاء الله أول أيام بيع منتجات المبادرة الأول من يوليو 2022 الموافق الثاني من ذي الحجة 1443، وتستمر المبادرة إلى رابع أيام عيد الأضحى. بالنسبة للمبادرة خصصت الوزارة منتجين من المبادرة، من ضمنها طبعا الأغنام المحلية والتي تم استلامها من أصحاب المزارع والعزب القطرية، ستغطي هي الحجم الأكبر من كمية المبادرة المخصصة هذه السنة 12500 عدد الرؤوس المخصصة للمبادرة. عدت الشركة كامل استعداداتها لاستقبال المضحين خلال هذه الفترة، بالتالي رفعت الطاقة التشغيلية بزيادة الكادر البشري في جميع المقاصب. تم التنسيق مع وزارة البلدية لزيادة الكادر البيطري للإشراف على عمليات الذبح في صالات الذبح خلال فترة الأعياد. هنالك تنسيق مع عدة جهات لتوفير البيئة الملائمة لإنجاز هذه المهام في فترة زمنية محدودة 4 أيام مثل ما تعلمون. كما أعطت المبادرة الأولوية لدعم المربين وأصحاب العزب لحرص الوزارة على زيادة الإنتاج المحلي بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى الأمن الغذائي. وبموجب المبادرة تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على توفير الخراف المحلية والمستوردة ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين تقدر ب 900 ريال للخروف المحلي أو المستورد بوزن 40 كيلوغراما فأعلى، على أن يتم البيع بمعدل رأس واحد من الخراف الحية لكل مواطن لا يقل عمره عن 20 عاما.
كما ستتولى الشركة توفير الحظائر المناسبة والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضحية الشرعية أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة. إذن مشاهدينا الأعزاء، تأسس النادي العلمي القطري في عام 1987 طبعا لتشجيع التعلم والابتكار والبحث أيضا في مجالات متعددة، من أبرز هذه المجالات طبعا العلوم والتكنولوجيا من خلال العديد من المبادرات. اليوم راح نسلط الضوء على واحد الصناع في النادي العلمي القطري، وقبل أيضا التوسع في مناقشة هذه التفاصيل نشوف وياكم هذا التقرير. واحة الصناع في النادي العلمي القطري هي منصة تكنولوجية متطورة على مستوى المنطقة، تهدف لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة باستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتفعيل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في التصميم والتصنيع. وتوفر الواحة مساحات عمل فردية وجماعية تساعد الشباب المبدع والمبتكر على توليد الأفكار وتنفيذ المشاريع، وهي تضم 8 ورش حديثة ومتنوعة، منها ورشة الروبوت والإلكترونيات والاتصالات والميكانيكا والتصميم الهندسي ومكتبة المواد لمساعدة المبتكر في نقل مشروعه من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النموذج النهائي للمشروع. ويرأس أقسامها مجموعة من الشباب القطري الواعد، وهم من يقومون بتبني الأفكار التي يطرحها المخترعون القطريون. نعم مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا مع بعض هذا التقرير. خرج النادي العلمي العديد من المبتكرين والمخترعين من شباب قطر الذين تركوا بصمة لهم واختراعات سجلت بأسمائهم، ومن أبرز هؤلاء المهندس سلمان الصليطي رئيس قسم واحة الصناع بالنادي الذي هو ضيفنا في حلقة اليوم من برنامج تراحيب. يا هلا ومرحبا فيك يا سلمان. يا هلا مرحبا. قل لنا في البداية، متى بدأت علاقتك بالنادي العلمي؟ والله بدينا مع النادي العلمي في 2006. نعم. كنت أيامها في الإعدادي، أول إعدادي. نعم. وداني العم والوالد. وبدينا مع قسم الإلكترونيات، تدرجنا الحمد لله من طالب إلى مساعد مدرب إلى مدرب إلى مؤسس إلى رئيس قسم. نعم. طيب إحنا لو نسأل يعني بشكل عام، يعني ما هو النادي العلمي؟ النادي العلمي مكان للشباب أن يطورون من نفسهم في المجالات اللي هم مهتمين فيها. فأنا مثلا كنت مهتم في الأمور الإلكترونية. نعم. كنت مهتم في المشاريع، كنت مهتم في الابتكارات. فكان مكان يسمح لي أن أطلع الابتكارات هذه والأفكار هذه. نعم. وأني أجرب أشياء جديدة. نعم. زين، الحين لو نتكلم في هذه الفترة من هالسنة، دائما يعني النادي العلمي يسوي مخيمات صيفية حتى في الشتاء، لكن هذا المخيم لاحظنا أسبوعين وبعدها صار توقف لمدة أسبوع تقريبا، وبعدين كملته للفترة الثانية نظرا للإقبال على هذه المخيمات. نعم. لو نتكلم عنها وفائدتها للمشاركين. النشاط الصيفي هو اللي بديت فيه في 2006. أنا بديت في النشاط الصيفي. نعم. النشاط الصيفي تقريبا هو أكبر نشاط عندنا في النادي العلمي سنويا. نعم. بشكل سنوي. نعم. والسنة هذه كان أكبر من أي سنة قبل. نعم. السنة هذه سوينا 4 مسارات اشتغلنا فيها. نعم. والأربع مسارات هذه تقبل من أصغر عمر 7 سنين. إلى أكبر عمر تقريبا 18 سنة. نعم. فإحنا نقدم البرامج منها العلمية والكيميائية والتكنولوجية على حسب كل مسار وبرنامجه، حتى الميكانيكا نطرح له. أي والله بعد في أعمار أكبر بعد في قسم الميكانيكا لـ 25، من 7 سنين لـ 25 سنة. فهذه البرامج كلها نحاول قدر الإمكان أن نقدم للمجتمع شيء جديد مش موجود غير عندنا. نعم. هل نظرا لكثرة الإقبال خليتوها السنة الفترتين؟ والله هو الإقبال ما شاء الله دائما وايد. الشباب اللي يجونا ما شاء الله أعدادهم بالمئات. فإحنا لازم نرد
وايد من الطلاب يعني يكون عندنا اقبال فوق المقدور، او خلينا نقول عندكم شروط ومعايير معينه للقبول. نعم اكيد عندنا شروط حسب القسم، في شروط للقبول اكيد. احنا مثلا قسمنا في واحد الصناع عندنا شروط معينه. طيب كلمنا عن هذه الشروط اللي موجوده. نعم فاحنا مثلا عندنا بين ال 15 سنه وال 18 سنه في قسم واحد الصناع. احنا الشروط اللي نقدمها هي ان يكون الشخص مهتم في الامور الفنيه العلميه. احنا اكيد ما نطلب ان الواحد يكون عنده خلفيه معينه، لان احنا بندربك من الصفر، ناخذك من الصفر ونعلمك من بدايه المشروع للنهايه. لكن تشوف ايش ميوله في البدايه او ايش يحب بالضبط. هو اهم شيء عندنا الميول، انت مهتم في الموضوع بتقدر تتعلم. هاي شيء يعني احنا نؤمن فيه. مو بشرط ان الواحد يكون عنده شيء سابق او خبره او شيء كذي. نعم. انت في النهايه شخص مبتدئ تبي تتعلم شيء جديد. نعم. وهذا واجبنا ان نساعدهم. نعم. سلمان قل لنا اول شيء عن فتره تجربتك مع النادي العلمي، وقل لنا شلون بدات الفكره. يعني انت في البدايه ذكرت قلت والله الوالد وعمي يبوني النادي العلمي. صحيح. في 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 شيء صار وقالوا هذا الولد يعني عندنا في العائله مبتكر أو موهوب، خلنا نوديه للنادي العلمي، إيش كان عندك شغفك؟ وقل لنا عن تجربتك أول ما دخلت. نعم. أولاً في تاريخ. عمي كان عضو في النادي العلمي. نعم. من بدايات النادي. نعم. فيعرف النادي ويعرف المكان ويعرف التخصصات. ثانياً أنا كنت يعني كطفل مهتم في تفكيك الألعاب وشون الشيء يشتغل. نعم. والأمور هذه. فأي واحد عنده الميول هذه طبيعي جدا أن يكمل في المجال ويشوف أشياء مختلفة. أنا على فكرة ما كملت في المجال الفني بما يعني حرفيا، ولكن الخبرة هذه أعطتني فكرة ممتازة على المجالات المختلفة، من إلكترونيات، من ميكانيكا، من الأمور هذه كلها مريت عليها مع تطوري. قل لنا عن أول يوم دخلت في النادي. أول يوم الصراحة من زمان، صار لها فوق ال 15 سنة. بس يعني إن شاء الله كانت الرهبة يعني، أو إيش كان انبهارك على النادي العلمي؟ الصراحة أنا أول ما دشيت في قسم الإلكترونيات. قسم الإلكترونيات كانت فيها خبصة. يعني أجهزة إلكترونية مقططة في كل مكان، كمبيوترات مبطلة، ماذر بورد، قطع إلكترونية. وشيء صراحة انبهرت فيه. فجلست أنا وألعب في القطع واركب ذي على بطاريه واحرق الجهاز هذه بالغلط، ويجيني المدرب يقول لي لا مو كذي الطريقه هذه. وصراحه يعني انبهرت بالمكان واستانست فيه وتعلمت. نعم. وحبيت اني ارجع. طيب يوم على يوم. خلني اسالك بشكل ثاني. طيب لو نتكلم على الخدمات اللي قدمها. نعم. شي قدم النادي العلمي خصوصا في فتره الصيف، وش الخدمات اللي دائما اعتاد على تقديمها؟ صحيح. او ما هو المميز لهذا العام؟ نعم. فاحنا الخدمات اللي نقدمها دائما للمبتكرين ولاصحاب المشاريع ان نعطيهم استشارات فنيه، نعطيهم مساعدات، نقدم لهم الخدمات اللي هي الفنيه من ناحيه الاجهزه الفنيه اللي عندنا، مثلا الصناعات الرقميه، ال 3D برينتر، الليزر كاتر، السي ان سي الى اخره، يعني من الاجهزه اللي موجوده عندنا. نعم. فهذه الخدمات اللي احنا نقدمها طوال العام. ادوات تسهل عليهم القيام باي مثلا مبادره هم يبغون يسوونها. نعم، اي مشروع، اي مبادره، اي فكره. نعم. احنا نقدر نبتدي من الصفر ونساعدك انك تطلع بمنتج نهائي. ممتاز. نعم. ما شاء الله. زين كيف يتم الانتساب للنادي؟ الانتساب للنادي عن طريق موقعنا qsc.org.qa. ايوه. او تسوي سيرش النادي العلمي القطري. نعم. وفي صفحه تسجل فيها عضويتك. نعم. طيب وش النصيحة اللي تحب توجهها للشباب اليوم يعني الاستفادة من الوقت خصوصا وقت الفراغ، والحين عندك إجازة هاي. العيد وإجازة المدرسة. شوف اهتماماتك يعني. كل واحد سبحان الله عنده اهتمام، عنده فطرة، عنده ميول، عنده شيء. فلا تنسى هالشيء في فترة الفراغ. أدري أن أكيد الجوال والسوشيال ميديا والأمور هذه يعني حلوة ولمضيعة الوقت ومتابعة الفيديوهات وإلى آخره، يعني أنا بعد يعني بالساعات على الجوال، ولكن حلو أن الواحد حتى عن طريق الجوال والسوشيال ميديا أنه يدور ميوله، تشوف مثلا البنيان إذا مهتم في البنيان، الإلكترونيات إذا مهتم في الإلكترونيات، التكنولوجيا، الكذا.
دور على المعلومات هذه. وفي ناس هنا في الدوحة في النادي وفي غيره مهتمين في هالمجالات، تقدر تتعلم منهم وتزيد خبرتك، وبالعكس تطلع بشيء زيادة بدال النقصان في فترة الصيف. صحيح. سلمان، الحين في المخيم الصيفي ما شاء الله أعداد كبيرة تجيكم. نعم. خلنا نقول لقينا أحد المواهب. نعم. أو لقينا شخص شوي فارق في المجموعة. أكيد. نتكلم عن مجموعات، أنا دخلت عندكم ما شاء الله عندكم صفوف وعندكم مجموعات معينة. صحيح. خلنا نتكلم عن لقيت شخص أو شخصين في كل صف فارقين عن اللي معاهم. نعم. يعني يبين الفارق في التدريبات. صحيح. شو تتعاملون مع هذه المواهب؟ هذه المواهب أولا إحنا عيننا دائما مفتوحة عليهم. إحنا نسوي البرامج هذه لهم هم. يعني الموهوبين هذيلا دائما يطلعون من خلال البرامج هذه، أن مثلا مهتم عنده ميول يبي يعرف زيادة، مثلا سأل عن جهاز معين خارج عن البرنامج. نعم. فالناس هذيلا احنا دائما ناخذ اتصالاتهم ونتواصل وياهم بعد البرنامج ونطلب منهم التطوع. فاللي يتطوع معنا في النادي العلمي يتعلم أكثر من المشارك، يتعلم الأساسيات، الأمور اللي ممكن يدرب فيها بعدين، يصير مساعد مدرب، بعدين يتدرج إلى مدرب، ممكن بعدين يوصل لمرحلة رئيس قسم. مثل ما أنا تدرجت هم ممكن يتدرجون. يعني ما فيني شيء زيادة عليهم. نعم. أنا بغيت أسألك الآن، بالنسبة لي هناك تنوع للتخصصات اللي موجودة. نعم. وين أكثر الأقسام اللي تشوف عليها إقبال؟ أنا يطري علي يعني تقريبا أكثر من 15 سنة الناس كانت تدخل هناك النادي العلمي تروح قسم السيارات والصيانة والميكانيك. صحيح. وفي ناس كانت تتوجه أيضا إلى بعد قسم الطيارات اللي هي الطيارات الإلكترونية. نعم. فهل ما زال هذا الشيء موجود ولا لا؟ والله الطيارات الإلكترونية خرج عن النادي العلمي حاليا. في لهم نادي آخر. نعم. تحت نفس الوزارة. نعم. إحنا عندنا بعد الميكانيكا في إقبال كبير ما شاء الله، عندنا فريق سباق وعندنا. نعم. تضبيط السيارات وعندهم برنامج خاص فيهم. عندنا بعدين قسم الستم اللي هو المبتكر الواعد. المبتكر الواعد هذا يخص الشباب الأصغر في السن. نعم. اللي مهتمين في المجالات العلمية، نقدم لهم الورش ونقدم. نعم. لهم الأمور الفنية والعلمية. وبعدين عندنا قسم الميكر سبيس اللي أنا رئيس قسم واحة الصناع. واحة الصناع نقدم الاستشارات الفنية والأمور اللي تخص أكثر المخترعين وأصحاب المشاريع. نعم. فتدرج. ما هو تصنيف المخترعين لما تقول مثلا مخترعين؟ نعم. لأن في فرق بين مبتكر ومخترع. نعم. نعم. يعني شنو التصنيفات وشنو آخر الاختراعات اللي وقف عليها النادي؟ نعرف أن النادي الفترة الأخيرة حصل جوائز أيضا قيمة كانت موجودة عنه. نعم. المخترعين اللي يطلعون من عندنا أي واحد يطلع بفكرة جديدة من نوعها. فالمبتكر الابتكار يعتبر تطوير على فكرة موجودة. صحيح. الاختراع شيء يسجل فيه براءة اختراع. براءة الاختراع تسجل بناء على معايير معينة. نعم. هاي تخصص قانوني تقريبا. نعم. لكن في معايير ويتم تسجيلها أيضا في وزارة التجارة والاقتصاد لهم يعني هذا. نعم. المصنف لبراءة. نعم. الاختراع حفظ الحقوق الملكية. نعم. يعني. صحيح. المهندس سلمان السليطي رئيس قسم واحة الصناع بالنادي العلمي القطري، شكرا لك، استمتعنا بالحديث معك، وإن شاء الله أن يتم الإعلان بأقرب وقت عن منتج أو اختراع قطري يطلع من النادي العلمي. أكيد. شكرا لك، طال عمرك. مشكور. إذن أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع إلى هذا الفاصل القصير ونرجع بعده لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات من خلال معرض توعوي يشارك فيه العديد من الجهات المعنية في الدولة. تشارك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك من خلال افتتاحها لمعرض توعوي يستمر لمدة 3 أيام في مجمع قطر مول. هذا المعرض التوعوي تشارك فيه الكثير من الجهات المعنية في الدولة
والتي تنفذ العديد من النشاطات الإعلامية والتوعوية، تعمل من خلالها على بث رسائلها التوعوية لأكبر قطاع ممكن من المواطنين والمقيمين في دولة قطر. اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناسبة تحتفل فيه دولة قطر والجهات المعنية في الدولة مثل هذا اليوم. طبعا مثل ما أنتم عارفين آفة المخدرات تجتاح العديد من دول العالم، وفي حملات شرسة على عديد من الدول خاصة دول مجلس التعاون. طبعا دولة قطر دائما على استعداد في مواجهة مثل هذه الأزمات وهذه الآفات، تعاون طبعا مع الجهات الرسمية في الدولة، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للجمارك، وزارة الصحة، الجهات المعنية بالتأهيل والعلاج للمدمنين على المخدرات في الدولة. طبعا الجهود هذه مقدرة، ومشاركة الجهات في المعرض واضحة. نتمنى إن شاء الله أن احنا نكون على قدر المسؤولية في مواجهة هذه الآفة، التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة. الهدف من إقامة المعرض اليوم هو مشاركة المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي هذا اليوم يتم استغلال هذا اليوم للاحتفال أو لبيان جهود وإنجازات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبيان جهود الجهات الأخرى المساندة لعمل مكافحة المخدرات سواء داخل الدولة أو في المنافذ المختلفة. طبعا في هذا المعرض يتم وضع جميع الإنجازات التي قامت بها الجهات المختلفة وبيان إنجازاتها وجهودها في هذا المجال لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وكذلك يتم استغلال هذا المعرض لتمرير الرسائل التوعوية لكافة شرائح المجتمع من خلال زيارتهم لهذا المعرض. ويأتي هذا المعرض حرصا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة المجتمع الدولي في جهوده المبذولة والرامية لمواجهة مشكلة المخدرات، وإيمانا بأهمية التعاون الدولي في مجال التصدي لها، فضلا عن تعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة. نعم أعزائي المشاهدين، وفي موضوع آخر، مع ازدياد الوعي بالانعكاسات السلبية للمنتجات البلاستيكية، اتجه كثيرون إلى التفكير في إيجاد بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، منها عبر التقليل من استخدام هذه المادة أو إيجاد بدائل لها. يا خالد. نعم سلطان، طبعا موضوعك مهم للغاية، وكثير الصراحة أنا حتى يجي في بالي لما أكون قاعد مع ربعي والناس القراب مني، دائما ما يجي في بالي هذا الموضوع، لأن من كثر ما أشوف هذا الشيء يعني له تأثير على الصحة سلبا، نعم، دائما يتوارد إلى بالي هذا السؤال. طبعا الكلام هذا معمم، اليوم احنا نتكلم عن مشاكل البلاستيك. اليوم طبعا في ترحيب نستضيف وياكم المبتكر سعود العمادي، اللي استطاع طبعا أن يجد نهجا أو أسلوب آخر عن أو بديل لاستخدام البلاستيك التقليدي اللي احنا متعودين عليه في إنتاج طبعا بعض المستلزمات عبر إعادة تدوير بعض مخلفات النباتات. مرحبا ومسهلا فيك، وحياك الله اليوم معنا في ترحيب. يواك الله. نعم. يا مرحبا يا سعود. سعود، في البداية لو نتكلم عن فكرة إنتاج بدائل للبلاستيك من خلال مخلفات النباتات. نعم. يعني من صوب إلى صوب ثاني، يعني بايو تكلم صح؟ بايو بلاستيك. نعم. بايو بلاستيك. نعم. خلنا نتكلم عن هاي بشكل موضح، صورة كاملة لمشاهدينا الكرام. هو تيجي تقول إن طلعت حتى بالصدفة، يعني احنا اقدر اعطيك قصه ظريفه، يعني شلون احنا بدينا. كنا ايام الجامعه، انا متخرج في 2019، وكانت في قهوه. شنو دراستك اول شيء؟ هندسه كيميائيه. ما شاء الله تبارك الله. فكنا في قهوه دائما يعني احنا نروحها، وكانوا يستخدمون هم العود الورق، فهم عندهم تقدر تقول اللي هو الرؤيه الاستدامية، فيستخدمون اشياء طبعا يمكن يدفعون بزياده. نعم. فشفنا ان العواد الورق كان في عليها يعني تقول ان شكاوي كثيره، انها كانت تذوب في المشروبات وكذا. نعم. وحتى احنا كنا متاثرين منها من هالناحيه، لان كنا وايد نروح القهوه، فنصحناهم ان مثلا يغيرونها، وشفنا ان من كثر الشكاوي رجعوا للبلاستيك. فاحنا قلنا اوكي، ليش ما نبدا احنا نلاقي حل اذا انتم تبون عندكم نظره استدامية، بس نلاقي شيء ممكن يوافق عليه المستهلك كمشروبه. وبدينا احنا نبحث في هالحلول لما لقينا تقريبا فوق، يعني اتذكر كنا نقعد في المجلس ونجيب 20 عود عشان بس نجرب، من عواد البامبو واللي مصنوعه من الخشب واللي مصنوعه من الورق وغيره. فشفنا المصنوعه من بذور الافوكادو هذه،
وفتحت عفوا بذور الافوكادو. الافوكادو هي هي فتحت باب اللي هو البايو بلاستيك او أوكي. البلاستيكات العضويه القابله للتحلل، وهي بلاستيكات تصنع من مخلفات مخلفات المواد الطبيعيه اذا كانت فواكه او خضروات وغيرها. نعم ما شاء الله. فلما شفنا ان هالباب انفتح وقلنا خلاص خلينا نبدا يعني نوفر هالبدائل حق القهوه ونشوف الناس شلون تتقبل معاه والقهوه شلون تتقبل معاه. وشفنا انه مع مرور الوقت القهوه تجر القهوه الثانيه، ومن قهوه لمطعم لموزع، والحمد لله صار لنا سنتين في السوق. وشفنا انه يعني انتم اللي تصنعون السعود هذا ولا تطلبونه وتبيعونه؟ حاليا احنا متعاقدين مع، ما هو ما كنا نبي نبدا نصنع وما يكون فيه في الاخير هذا هذه تجاره صح. احنا نبي نبدا يعني شيء، يعني انتم تبيعوا انتم تستوردوا وتبيعوا. حاليا نعم احنا متعاقدين مع المصنع وهو اللي يصنع هالبدائل. وان شاء الله شهر 9 احنا اوريدي مع حضانه قطر للاعمال محتضنين، وبنبدا شهر 9 تصنيع هالمنتجات عندنا. يا اخي اول شيء خالد قبل شيء ذكرنا كله بالخير، لا بس نبي نوضح لمشاهدينا سعود هاي شنو؟ هذه هو المواد اللي تستخدم في تصنيع هالمنتجات. هاي حاليا مصنوع من بولي لاكتيك اسيد او حمض البولي لاكتيك. يعني تدول جاي من مخلفات فواكه يعني عديده الصراحه، مو بشيء معين. زين يعني تجيبونها شيء رو ماتيريال حاليا؟ نعم احنا طريقه التصنيع عليها حمايه فكريه من المخلفات للمواد الخام هذه. فطريقه التصنيع هذه تختلف او تكون نفس الشيء، نفس طريقه التصنيع بس المخلفات تختلف من مخلفات لمخلفات اخرى. نعم ونتكلم بعد ايضا عن القفشه والشوكه. صبر خلنا نجيبهم ونقويهم. مشاهدينا الكرام نفس ما تشوفون هذه الشوكه وهذه السكين، حتى بتلاحظ انه نفس البلاستيك يعني نفس البلاستيك. نعم نفس البلاستيك بالضبط، يعني تخيل انه تحس انه شويه مقوى. نعم هاي نعم. هاي ما هو التكنولوجيا هي نعم. يعني هذا الشيء الفريد من نوعه انه نفس البلاستيك، بس الحلو فيه انه ما عليه مضار البيئه، ما يسبب يعني ما يسبب المشاكل اللي يسويها، وتحلل هذا بسرعه. تحلل في سنه. نعم تحلل في سنه. في سنه. خالد بعد قبل ان ندخل يعني انداري عندك اسئله كثيره عن هذا الموضوع، خلونا نشوف هذا العود. هاي العود. نعم والعود هو اللي ابهر شوي اكثر من واحد انه شافه. انه انا شفته والله من يومين استغربت يعني. نعم. مو استغربت من وجوده، لكن استغربت انه موجود هني عندنا. اي لان انا شفته برا على فكره. انه تستغرب انه شيء نفس هذه يتحلل بعد سنه، او انه نفس البلاستيك بس يتحلل. نعم. ما يذوب؟ هلا؟ ما يذوب في الـ؟ لا 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 نفس البلاستيك ما يذوب في الماي. الماي الحار اقصد يعني، او المشروبات يعني. لا ما يذوب من المشروب. لا نعم هو نفس خصائص البلاستيك، بس الحلو فيه انه ما له مضار بيئي. نعم نعم يعني بالاول بالاخير طال عمرك. وليش يعني يمكن سلطان يسال الاسئله هذه؟ لان البلاستيك كما هو معروف له مضار صحيه غير عن المضار البيئيه. البعض أكيد. من البلاستيك اصلا يكون خطر، يعني يعتبر كارسينينج او في مواد مسرطنه، ولذلك ولكن في المطاعم والمحلات اعتقد في عليهم رقابه مشدده، يستخدمون ايضا هنا عندنا في الدوحه الاشياء اللي هي المقاومه للحراره. صح. ولكن انا اتمنى انه يجي اليوم اللي عندنا انه يستخدم هذا كبديل البلاستيك. ليش؟ لان انت انا قاعد اشوف كل المطاعم او اغلبها عفوا دون الدخول في مشكله التعميم تستخدم النوع اللي هو التقليدي، ولكن لما تحسب انت مضاره وخطوته على صحتك وحتى تاخذ هذه البلاستيكات وفيها المواد الساخنه البعض منهم يستهين فيها. نعم. هذه تسوي لك مصيبه يعني لا محاله. دراسات كلها تقول ان هذه تعتبر احد الاسباب الرئيسيه للمواد المسرطنه. اكيد يعني. اي مو البلاستيكات مع عندها عده مشاكل. من اكبر المشاكل طبعا اللي تستخدم في الطعام اللي هي ما تكون مخصصه لهذا الامر عشان ما يحرف الكلام. إيه يعني. لا اكيد هو مش في مشاكل البلاستيك المعتاد عليه، مشاكل عديده منهم ناس ما قلت مشاكل صحيه ومشاكل بيئيه. مشاكل الصحيه منها ان في لما تتعرض لدرجات حراره عاليه هي تطلع مواد بتروكيماويه في الاخير. نعم. وممكن تضر في الصحه. ففي وايد ناس يعني مو ماخذين هال يعني هالنقطه في الحسبان. وغير شيء ان انت عندك البلاستيكات خصوصا البلاستيكات السوداء اللي احنا مالوف علينا هالشيء، هذه وايد صعب ان انت تعيد تدويرها اوتوماتيكيا. تدري طال عمرك انا حتى يجي في بالي يعني العفو يعني حتى اشوف ساعات اللي يطلعون الشيف يسوون الحركات هذه بالطباخ وياخذون الاكل، وهذا البلاستيك القفاز اللي موجود هل هذا اصلا يستخدم للمواد الساخنه بحيث انه هو يمسكها بهالطريقه ويقدمه؟ يعني انا اعتقد ان هذه يمكن تكون مشكله يعني اتمنى يعني ايضا انتباه شوي من هذه الامور. أكيد اذا ما أكيد. كانت طبعا تاخذ المقاييس اللي حطتها جهه الاختصاص عندنا في الدوله بحيث انها ما تكون مواد مضره للصحه. هو خالد صدق الوعي اهم شيء في هالاشياء. اذا كان في وعي عن الاشياء اللي تم تستخدم
وطريقة استخدامها والمكان اللي تستخدم فيه ما بتيك هالمشاكل في الأخير. احنا تقدر تقول ان من سبة شيء مبسط يعني احنا حرفيا ناكل البلاستيك من كثر البلاستيك اللي موجود هذا على مستوى العالم يعني مستوى العالم مستوى نعم. العالم نعم. فيعني تقدر تقول ان انا اللي الشيء اللي انا طرحته هنا في السوق هذا شيء بسيط ممكن يساعد ولا بشكل ولا بنسبة 0.1%. والله بوريك المجلس اللي كنت جلست فيه ذاك اليوم وتميت تفكرون بالتفكير صراحة. هذه المجالس اللي الواحد يعني صراحة يتمنى أنها تكون موجودة وبكثرة، وأنا متأكد أن مثلها وأكثر موجود عندنا بالدوحة، ولكن أنت من الناس الأقل اللي يعني حلفهم الحظ أن يجون بهذا النوع من الابتكار يعني. الله خير. هو الله يبارك لك إن شاء الله. الله يبارك لكم. نعم. سعود، ليش لجأت لبذور النباتات بالذات يعني يعني مو بأجزاء ثانية بس إنها جذور النباتات؟ شوف من كثر ما إحنا شفنا المنتجات، كل منتج تقريبا إحنا الهدف كان منه نحن نبي شيء يكون فعلا مستدام، ما نبي نحل مشكلة بس على حساب مشكلة أخرى. يعني عندك مثلا الأوراق أو الخشب، هاي تروح أنت طبعا أوكي أنت تساعد البيئة بس أنت قاعد تطلع الشيء من يعني تسبب تصحر، تسبب قطع الأشجار مثلا. نعم. أو أن أنت في مواد أخرى تستخدم بس أنت لازم يعني تسبب يعني فود هنجر أو أن يعني جوع كاسح بس عشان أن مثلا تخرب طعام عشان تقدر تسوي بلاستيكات. نعم. مثلا في مواد خام كثيرة يعني. فالشيء اللي احنا سويناه هنا أن احنا خذينا مخلفات ورجعناها دائرة الاستدامة، ما خذينا شيء يستهلك عشان نسوي شيء يستهلك، ناخذنا مخلفات ورجعناها. ولكن الحين مدى قبول المطاعم اللي تعاملت معاكم والمقاهي لهذه الفكرة، هل كان القبول كبير؟ لأن نعرف أن الكوست راح يكون أغلى عليهم. نعم أكيد الكوست يعني كم الفرقية بينه وبين بيزيد أكيد. هو أنت كتكنولوجيا جديدة أول شيء خلك من البلاستيكات البتروكيماوية اللي موجودة بكثرة عندنا وصار سهل أن تصنع وسهل أن توزع وتنباع. نعم. بشكل غير طبيعي يعني. لما تطرح تكنولوجيا جديدة في السوق أنت تبي تحاول أن تراضي كل طرف. صحيح. تراضي العميل، تراضي طبعا النطاق البيئي، وبعد تراضي التجار اللي تشتري هالمنتج. نعم. فأنت لازم تطرح شيء عشان كذي يقول لك ان التجاره في البيئه شوي صعب، ما صحيح. مش انه شيء سهل، مش خدمه يعني. فانت تحاول تخدم كل طرف، هاي يعني انفايرمنتال فريندلي برودكت اللي هي المنتجات الصديقه للبيئه. نعم. تعرف برع سلطان، وسلطان ما شاء الله يعني سلطان هذا وايد يعشق السفر. طول الوقت يسافر، لما تسافر برا تشوف حتى في المطاعم برا حريصين. نعم. جدا سلطان يحط لك العود هذا من الكرتون، ويعطيك مرات عودين على مثلا واحد من المشروبات الغازية. نعم. ليش أنت تستغرب؟ اللي يروح أول مرة يمكن ساعات يستغرب إنه يقول لك إنه يذوب. هذا يذوب فعلًا، يطلع عليه كوست، ولكن يحافظ على صحتك قدر المستطاع. خالد أيضًا هناك المنتجات المعروضة دائمًا يقول لك صديقة للبيئة، ما يعني في تكاليف معينة أوكي لكن ممكنها أكثر، لكن هم ملتزمين بالمنتجات اللي صديقة للبيئة، لأنهم أو المنطقة اللي أنت فيها هي أصلًا معتمدة بسياحتها كاملة على نفس هذه المنتجات، وايضا على بيئتها. مكي. اللي هي ممنوع المصانع. صح. ممنوع تقطع القمامه يعني تطلع البيئه قدر المستطاع. ايوه، ولازم كل مكان يعني الورق هني، المخلفات الطائره البلاستيكيه، ايوه كل شيء له فيه تصنيف يعني. وتشوف يعني تحس بالاكسجين هناك اصلا. أيه. تحس انه غير يعني حتى بسبه حفاظهم على البيئه والتزامهم اكيد بهذا المنتج. وانا ازيدك بعد انه اصلا في بعض البلدان اصلا هم عندهم قوانين تنطرح فقط بس عشان يقدرون يستخدمون هالاشياء، او انه مثلا في بعض البلدان عندهم ضرائب لاستخدام البلاستيك. صحيح. نعم. حرفيا ينجبرون هم انه يستخدمون الاكياس القابله للتحلل مثلا او اعاده البديله. اي نعم. صحيح. زين الحين خلينا نتكلم عن المده اللي تحتاجها انت علشان المواد المصنوعه هذه من البذور. نعم. نباتات عشان تتحلل. كم الفتره مالتها؟ تقريبا سنه، هي تاخذ سنه يعني في الاجواء اجواء الطقس تتحلل. بس الحلو فيها ان لما تكون في طبعا في شيء يسمى شلف لايف او عمر المنتج نفسه، عمر المنتج نفسه السوق. بس يعني. نعم. في المخزن، في التخزين. الحلو في البلاستيكات العضويه انها ما تتحلل، لان في هي تحتاج درجات حراره او درجات طقس معينه عشان تتحلل. فمثلا اذا كانت في البحر او اذا كانت يعني في البر او في اللاندفيلز او يعني في محطات تجميع. يعني محطات. نعم. تجميع. فمني تيجي تاخذ مجراها وتتحلل. خالد ممكن نتكلم عن نقطه لاحظنا في اليابان يستخدمون الخشب
في اليابان ما ادري يستخدمون على الخشب او بعض او بعض او بعض المطاعم اللي هي متخصصه بالعصا حتى الصينيه نفس ايوه حق السيش والسوشي هذا شيء تقليدي عندهم يعني هذا شيء تقليدي لكن ايضا صديق للبيئه صحيح نعم هناك تدري في بعض المناطق فيها كثره تكرير النفط وكثره انتاج الغازات هناك عندهم فاضطروا انهم يسوون نفس ما تقول قانون للحفاظ على البيئه باستخدام الاخشاب باستخدام نفسها هذه الاعمال نعم مواد صديقه للبيئه هو القانون يفرض على هو اكثر شيء اللي يساعد اصحاب العمل اللي نفس مجال البيئه اكثر نعم. القوانين هي اللي دائما تفرض سهوله هالتجاره انها تمشي بس الحمد لله احنا عندنا توجه مع رؤيه قطر 2030 احنا عندنا بيلر للاستدامه فما شاء الله في وايد يعني تيجي تقول مبادرات وانشطه قاعد تطلع عندنا وانا استغربت في اللي هو الايفنت اللي صار مال صفر نفايات اللي صار من وزاره البلديه استغربت من المبادرات انا اتمنى سعود يعني تكون لك مشاركه ايضا في وزاره البلديه لان صراحه هم وزاره البلديه الجهه المختصه وايضا يعني هم عندهم يعني كثير من المشاريع اللي تتعلق بهذا الموضوع فانا متاكد ان الاخوان هناك راح يعني يرحبون بشكل كبير بوجود مثل هذه المنتجات وحتى يعرضونها كنموذج ايضا للدول الثانيه اللي ممكن قد تعاني من هذه المشكله يعني أكيد. ولكن في الاول في الاخير عشان تتخذ قرار تكلفه الانتاج وهو الحكم والفيصل في اي امر اكيد نعم ابي منك كلمه اخيره سعود والله تقدر تقول ان اول شيء ما قصرتوا على استضافتكم لي في البرنامج وانا حاب ان بس اذكر الكل ان طبعا شيء شوي كلاسيكي يعني بس ما طلعت مقوله مربع الاجداد امانه من وراء ولا شيء يعني كل واحد عنده دافع انه يسوي شيء وشيء اللي يحبه يعني فيا ريت انه بس الناس اللي عندنا اللي عندها شيء تحبه وتحس انه بتفيد مجتمعها بتفيد بلدها بتفيد ناسها تبدا بس باول خطوه وتكمل والله ان شاء الله ولي التوفيق ان شاء الله باذن الله اقول امين سعود امين الله يكثر من امثالك عندنا في الدوحه ان شاء الله اللهم شكرا على وجودك معنا اليوم سعود العمادي مبتكر لتقنيه انتاج بدائل البلاستيك من مخلفات النباتات الله يوفقكم ان شاء الله يا سعود ومنها الاعلى باذن الله تعالى شكرا لك سعود العمادي اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعه حلقه الليله ابقوا معنا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام فصيلة الدم من المهم معرفتها دائما فهي لا تؤثر فقط على التبرع بالدم ولكن أيضا وفق الدراسات الطبية فإن معرفتها من الممكن أن تنبه إلى وجود خطر صحي تجاه أمراض معينة نتابع وياكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال التقرير التالي من المهم دائماً أن يعرف الشخص فصيلة دمه ففصيلة الدم لا تؤثر على التبرع بالدم فحسب ولكن تشير دراسات إلى أن معرفة فصيلة الدم يمكن أن تنبه إلى وجود خطر صحي تجاه أمراض معينة مثل أمراض القلب والسكري وبعض السرطانات فبالنسبة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية فهناك دراسة أجرتها جامعة هارفارد وجدت أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم AB لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب وفي المقابل أصحاب فصيلة الدم O لديهم نسبة أقل ب 23% من أنواع الدم الأخرى أما بالنسبة لفصيلة الدم وبكتيريا الأمعاء فإنه وفقاً لأبحاث فإن أصحاب فصيلة الدم B تصل لديهم نسبتها إلى ما يحتوي 50,000 ضعف من تلك الأنواع التي تعود لفصيلة الدم O أما مرض السكري فقد خلصت دراسة أجريت في فرنسا على البيانات الصحية 80,000 امرأة إلى أن فصيلة الدم A و B هي الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وذلك مقارنة مع فصيلة الدم O ومن الأمراض التي تتأثر بفصيلة الدم أمراض السرطانات حيث أجريت دراسة على 50,000 شخص لمدة 7 سنوات
وخلصت الدراسة إلى أن النوع O أقل عرضة لأنواع مختلفة من السرطان. أما أصحاب فصيلة A فلديهم مخاطر أعلى بنسبة 32%، والنوع AB لديهم نسبة مخاطر أعلى بنسبة 51%، والنوع B لديهم مخاطر أعلى بنسبة 72%. ومع ذلك لا ينبغي اعتماد اختبارات فصيلة الدم وحدها للإصابة بالأمراض، فقد يؤدي اختلاف الثقافات والأجناس إلى اختلاف في النمط الغذائي، مما يؤثر بشكل أكبر على المخاطر والصحة العامة. لذا يجب مراجعة الطبيب دورياً للتأكد من صحة الجسم وتجنب مخاطر الأمراض المحتملة واتباع نظام حياة صحي ومتوازن. وفي موضوع آخر وإلى غزة، حيث نتعرف في التقرير التالي على مقبرة رومانية مدفونة منذ قرون في باطن أرض غزة تم اكتشافها بالصدفة. بالصدفة وخلال أعمال حفر في ورشة بناء ضخمة شمال قطاع غزة، اكتشف الحارس أحمد من خلال قطعة حجرية غريبة بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 عام، وأسفرت عمليات البحث الأولية عن اكتشاف 40 مقبرة تعود إلى القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. اكتشف الفريق بقيادة عالم الأثار الفرنسي رينيه إلتر مقبرة رومانية مدفونة منذ قرون في باطن أرض غزة. وكشف عالم الأثار الفرنسي أن إحدى المقابر المكتشفة مزينة بلوحات متعددة الألوان تمثل تيجاناً وأكاليل من أوراق الغار. وكانت هذه المقبرة متاخمة لمدينة أنثيدون الرومانية على الطريق المؤدية إلى ما بات حالياً مدينة عسقلان الواقعة عند تخوم قطاع غزة. وقد أقيمت أسوار حول المقبرة الرومانية المراقبة باستمرار، فيما يواصل العمال تشييد طبقات خرسانية في المباني المجاورة قيد الإنشاء. وتواجه غزة تحدياً كبيراً آخر يتمثل بالضغط السكاني، ففي غضون 15 عاماً زاد عدد السكان في القطاع من 1.4 مليون نسمة إلى 2.3 مليون، ما دفع بالضرورة إلى طفرة كبيرة في تشييد المباني الجديدة. إذن ومن هنالك إلى اليابان التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، نتعرف على الأثار المترتبة على هذا الأمر من خلال التقرير التالي. فارتفاع قياسي لدرجة الحرارة في اليابان يضطر السكان العاصمة طوكيو وضواحيها لترشيد استخدام الطاقة وإطفاء الأنوار بسبب زيادة الطلب الكبير على الكهرباء. ومع ذلك نبهت السلطات بضرورة استمرار استخدام مكيفات الهواء، وذلك تفاديا للتعرض لضربة الحرارة. ويحذر المسؤولون في اليابان من أزمة في الطاقة بسبب ضعف الإمدادات مع موجة حر شديد تضرب البلاد، وذلك على مدى أسابيع. وارتفعت حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بضربة الشمس، وقد تخطت درجات الحرارة أعلى مستوياتها فيما يقرب من 150 عاماً. ومباشرة بعد انتهاء موسم الأمطار لم يتأقلم الكثير من الناس مع الحرارة المتزايدة. نعم مشاهدينا الأعزاء، مع هذا التقرير وصلنا لكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في أمان الله. في أمان الله.